تتكاثر النباتات الزهرية جنسيا كأي كائن حي عن طريق اتحاد المشيج الذكري حبة اللقاح بالمشيج الأنثوي البويضة لتكوين البويضة المخصبة التي ينتج منها البذرة. لكن أين تتواجد تلك الأعضاء الجنسية بالنباتات الزهرية؟ وكيف تتم عملية التكاثر الجنسي فيها؟ الزهرة ساق قصيرة تحمل أوراقا تحورت لتؤدي وظيفة التكاثر الجنسي في النبات الزهري. تتكون الزهرة من عضو التذكير الطلع الذي يتكون من أسدية، وتتركب السدات الواحدة من الخيط والمتك الذي تتكون فيه حبوب اللقاح. عضو التأنيث المتاع الذي يتكون من الكرابل، وتتكون الكربلة الواحدة من الميسم الذي يستقبل حبة اللقاح. القلم تتكون فيه أنبوبة اللقاح وتمر من خلاله للمبيض. المبيض عبارة عن كيس جنيني تتكون فيه البويضة. تلك الأعضاء الجنسية تحاط بالتويج، أوراقه تسمى بتلات، وهي ملونة وجذابة الرائحة لجذب الحشرات التي تعمل على تلقيح الزهرة. وتتكون الزهرة أيضا من الكأس، وهو أخضر اللون، تسمى أوراقه سبلات، ويحمي الأجزاء الداخلية للزهرة ويقوم بعملية البناء الضوئي. تختلف الأزهار من حيث الجنس، فهناك أزهار خنثى تحتوي على العضو الذكري والأنثوي معا مثل التفاح، أزهار وحيدة الجنس تحتوي الزهرة إما على العضو الذكري أو الأنثوي، ومنها وحيدة المسكن تكون الأزهار المذكرة منفصلة عن الأزهار المؤنثة بنفس النبتة مثل نبات الذرة. ثنائية المسكن تكون الأزهار المذكرة على نبات منفصل والأزهار المؤنثة على نبات آخر مثل نبات النخيل. تعد عملية التلقيح مهمة للنبات، وهي نوعان. أولا التلقيح الذاتي، انتقال حبوب اللقاح من متك الزهرة إلى ميسمها. أو من زهرة إلى زهرة أخرى على نفس النبات. وغالبا ما يحدث هذا النوع من التلقيح في الأزهار الخنثى التي تنضج فيها المياسم وحبوب اللقاح معا. ثانيا التلقيح الخلطي، انتقال حبوب اللقاح من متك الزهرة إلى ميسم زهرة أخرى على نبات آخر، ويحدث في الأزهار ثنائية المسكن. تتم عملية انتقال حبوب اللقاح من الزهرة بعدة وسائل، منها الرياح، حيث أن حبوب اللقاح خفيفة وبأعداد كبيرة وبدون رائحة، فتحملها الرياح وتقع على المياسم. الحشرات، حيث أن الزهور ذات ألوان زاهية تفرز الرحيق فتجذب الحشرات، فتلتصق حبوب اللقاح المتجمعة في جسم الحشرة فتنقلها إلى زهرة أخرى. الماء، يحدث في النباتات المائية أن حبوب اللقاح خفيفة وتطفو على شكل سلسلة فتحملها تيارات الماء. الإنسان، حيث يقوم الإنسان بنقل حبوب اللقاح ليضمن حدوث التلقيح كما في النخل